أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. نلاحظ هذا نبات النعنع بأنه بدأ في الذبول، وذلك لأن هذه النباتات مزروعة داخل إصيص صغير كما نشاهد. هذا هو الإصيص الصغير، وأن الجذور ليس لها متسع كي تنمو بشكل جيد، لذلك سنقوم الآن بنقل هذه النباتات إلى أسس أكبر، أسس بلاستيكية. تابعوا معنا كيف تتم هذه العملية كي نحافظ على نمو جيد لهذه النباتات. ولكي تنجح عملية النقل، كما قلت، نحضر أصيص بلاستيكي مثل هذا الأصيص ونملأه بالرمل. كما نلاحظ هذا هو الأصيص مملوء بالرمل. سأقوم الآن بإخراج نبات النعنع من داخل الأصيص المؤقت كما نشاهد بهذا الشكل الجميل. يكون بهذا الشكل داخل الأصيص، ومن ثم وضعه داخل الأصيص البلاستيكي. ويصبح بهذا الشكل داخل الأصيص البلاستيكي، ومن ثم نقوم الآن بوضع جزء من الرمال حولي هذا الأصيص وهذا النعنع لتتم عملية الغمر بشكل كامل. مع عملية تحريك بسيطة حتى يصل الرمل إلى كل أجزاء الأصيص والنبات. أصبح بهذا الشكل من الداخل. وفي النهاية نقوم بعملية الري بشكل بسيط. بعد ذلك يتم نقله إلى المكان المعد لعملية البيع أو لعملية الاستهلاك. وهذا الأصيص واسع وكبير ويصلح لنمو الجذور بشكل جيد. وهذه كل النباتات التي تم إخراجها وضعها في أصيص بلاستيكي لحين عملية البيع حتى تنمو الجذور بشكل جيد. في نهاية هذا الفيديو القصير، يسعدني الانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.